وكان رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني قد غادر مدينة الرأس صباح اليوم متوجها إلى نواكشوط بعد زيارة العمل التي أداها للمدينة والتي ترأس خلالها اجتماع مجلس الوزراء لأول مرة في الرأس والذي خصص لمجال الزراعة. واستعرض رئيس الجمهورية لدى مغادرته مدينة الرأس تشكيلات عسكرية أدت له تحية شرف قبل أن يصافح أطر الولاية ووجهائها والمنتخبين المحليين وعددا من الوزراء والشخصيات المنتمية للولاية. وكان في وداع رئيس الجمهورية والد ترارزا والقادة العسكريون والأمنيون بالولاية.